من هؤلاء الشباب المخضرم المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي. يا باشمهندس أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم، وتحياتي للأستاذ حامد، وتحياتي للسادة المشاهدين جميعا على قناة النادي الأهلي. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل من ساهم في هذه الجمعة التاريخية الحقيقة. لا الحمد لله، والله هي مش غريبة يعني على النادي الأهلي أو على الجمعية العمومية للنادي الأهلي. يعني دايما احنا بنراهن على الجمعية العمومية ودايما بنراهن بكل ناجح الحمد لله. ودايما بيكونوا موجودين في الوقت الصعب أكتر من الأوقات السهلة، يعني هم دايما بيبقوا في ظهر النادي في الأوقات الصعبة، ودايما بيكونوا عندهم الوعي الكافي إن هم يساندوا النادي الأهلي في الأوقات اللي بيحتاج فيها النادي الأهلي إن أعضائه وأبنائه يساندوا فيها. فالحمد لله يعني هي كان يوم يليق باسم النادي ومكانة النادي الأهلي، وخرج بالصورة المميزة، خرج بنجاح بما يصب يعني لمصلحة النادي الأهلي إن شاء الله للمستقبل. إحنا بنعمل لائحة بنقول إن هي مش لائحة للمجلس ولا لائحة للأشخاص، دي لائحة ترسم مستقبل النادي الأهلي بكل من ينتمي للنادي، يعني سواء أعضاء سواء جماهير سواء موجودين في النادي. فالحمد لله خرجت بشكل مشرف. باشمهندس محمد اتفضل يا صاحبي. أنا عندي سؤال بس للباشمهندس، ألا تشعر إنه هذه اللائحة اللي أنا أعتقد طبقا لموادها هي أصبحت سارية بمجرد إعلان نتيجتها، وتصبح يعني منفذة بمجرد اعتماد اللجنة الأولمبية ليها حتى قبل النشر على فكرة في الجريدة الرسمية؟ ألا تشعر إن اللائحة وخصوصا في بابها بتاع الاستثمار، وأنه حق النادي الأهلي في استثمار كل إمكانياته وأصوله في خدمة وتعظيم إيرادات النادي الأهلي ستجعل العبء مضاعفا 10 مرات على الأقل على أعضاء مجلس الإدارة في الفترة المقبلة؟ وهل يمكننا أن نعرف منك أول المشروعات أو أول الشركات التي يفكر مجلس الإدارة في الإسراع بتأسيسها بمجرد أن تصبح اللائحة سارية قابلة للتنفيذ؟ طبعا زي ما حضرتك قلت يعني الحمد لله يمكن دي اول مره يتعمل باب كامل للاستثمار في لائحه، يعني كان يمكن اللائحه الاستشاريه ما كانش فيها باب للاستثمار، كان فيها بندين قانون الرياضه برضه نفس الفكره. فكانت اللوائح دايما للانديه فيها بند كده او بندين للاستثمار وبس، يعني بس احنا الحمد لله عملنا باب كامل دي. احنا يعني طبعا ده بالنسبه لنا يعني شيء مهم جدا، وفيجن للنادي اللي قدام. يمكن من اول يوم احنا يعني كنا بننتج فيه الانتخابات وداخلين في قائمه ولينا برنامج انتخابي وفي فكر معين عايزين ننفذه في النادي، كنا يعني عارفين كويس ان زي ما حضرتك بتقول احنا عشان يعني مش هنخليها اعباء، طبعا احنا يعني مبسوطين ومستمتعين واحنا بنعمل حاجه للنادي او بنحاول ان احنا نقدم اللي بنقدر عليه في النادي الاهلي. فطبعا ده جزء احنا كنا عارفينه من الاول ان النادي مقبل على شركات طبقا لقانون الرياضه الجديد، مقبل ان احنا نبدا نعظم موارد النادي من خلال الشركات دي. فكنا حابين ان اللائحه تبقى مطابقه لده، ان اللائحه تساعد وتساند ده وتكون مشكله بطريقه او تطلع بشكل يقوي النادي الاهلي، بمعنى ان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا حاطين في الباب ده مش بس ان انت تاسس شركات، حاطط برضه ان انت تشارك كنادي اهلي في شركات اخرى لو في شركات ناجحه مثلا على الصعيد الرياضي او انديه حتى خارج مصر ناجحه انت ممكن تخش تشارك فيها، ممكن تعمل ليك الحق تعمل مستشفى رياضي، ممكن تعمل جامعه رياضيه، ودي احد اهدافنا برضه. انت دور النادي الاهلي ما هوش دور رياضي فقط، برضه هو تعليم، دور برضه تنموي. اعتقد وانت يعني حصل على الماجستير من جامعه ريال مدريد في الاداره الرياضيه، يمكن ان يكون مشروع جامعه الاهلي من اولويات اهتماماتك. اكيد يعني الحمد لله دي من الحاجات اللي يمكن يعني من اول يوم حتى كنا بنتكلم فيها، والكابتن الخطيب يعني برضه متحمس ليها جدا ان شاء الله تبقى في الخطه الحته او الناحيه التعليميه، يعني ان احنا نبدا ان احنا نشتغل عليها بشكل كبير سواء على الصعيد الاداري او الرياضي، لان ده موجود في العالم كله وماشي بشكل ناجح. ويمكن انا شفته بره في اسبانيا لما عملت التجربه دي،
ويعني موضوع مفيد جدا سواء على الصعيد الاداري او على الصعيد التسويق الرياضي او على حتى صعيد القوانين واللوائح الرياضيه. كل ده هام جدا، وفي النهايه الشركات دي يعني تبقى باسم النادي الاهلي. والحمد لله انت برضه استاذ ابراهيم استاذ حامد يعني كان اهم حاجه ان انت في سياق بقى الاستثمار ده تحافظ على هويه النادي، يعني الاستثمار كويس وممتاز بس وعندك تجارب ناجحه عالميه كتير، بس انت ما ينفعش النادي الاهلي يبقى مانشستر سيتي ولا يبقى باريس سان جيرمان، يعني عندك هويه معينه لازم تحافظ عليها. فالهويه دي احنا حافظنا عليها بال 51% اللي هي بيملكها النادي الاهلي، يعني دي بتاعه النادي الاهلي. وبعدين بنقدر 49 الاخرى تفتحها تدي الاعضاء اولويه كاسهم، وبعد كده بتبدا ان انت تفتحها للجماهير برضه، بس انت النسبه الاكبر معاك والتحكم ليك انت واليد العليا معاك انت كنادي اهلي. فطبعا اكيد هيبقى في فكر اكتر للشركه، يعني سواء كوره سواء تسويق سواء يعني اكيد النادي هيبدا يفكر في الاولويات اللي تهمه واللي تخدمه الفتره اللي جايه. يا باشمهندس انا بنقل لك عن جماهير الاهلي رغبتهم في اكون اول ثلاث شركات او اول شركه هي شركه الاهلي للانشاءات عشان ننشئ او تتولى هي بناء مقر الاهلي الجديد في التجمع، والثانيه شركه الاهلي للتسويق والعلاقات العامه حتى لا نحتاج الى دعم من احد وان يكون ذلك سريعا. فهل انت مع او وصلتك الرساله ماذا نقول لجماهير النادي الاهلي؟ لا طبعا احنا اكيد مع اي حاجه في مصلحه النادي كمجلس، احنا مع اي حاجه في مصلحه النادي. لما يبقى في شركه او يبقى في فكر معين هتقدر ان انت تعتمد فيه على ذاتك كنادي اهلي وتضاعف ارباحك وتضاعف دخلك من غير ما تحتاج لحد اخر او وسيط او لمسانده او لمساعده او اي حاجه من الحاجات دي، طبعا ده بالنسبه لنا هو دي الاولويه، يعني ان انت يبقى ليك شركاتك الخاصه اللي انت بتبني بقى عليها طموحاتك واحلامك واللي انت عايز تكبر اكتر وتتوسع عالميا اكتر حتى من ان انت كونك متوسع مثلا قاريا او كده. لا احنا عايزين نبدا برضه في التوسع عالميا للنادي. فكل ده اللي حضرتك بتقوله يعني استاذ حامد بناء على الناس حباه او مثلا بصله لقدام، النادي برضه الاهلي مجلسه يعني مقصره وباصص له كويس ومن اهدافه. الكلام ده كله طبعا الشركات اللي حضرتك بتقولها كلها في الحسبان، وكلها طبعا يعني هتبقى خطه الدراسه الفتره اللي جايه بلا شك. ان شاء الله يا باشمهندس، وشاكرين جدا جدا كل الجهود اللي بذلت في هذا اليوم التاريخي، وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا للمهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي.